عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس ديالي؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه جيده وكان مزيانه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا احنا اليوم في البلايا، جانا دابا عاد عملت لنا واحد المشكل مع الدراري، كانوا كيلعبوا مشات قطعت لهم الكره كيف ما كتشوفوا. ساعه الدراري الحمد لله صدقوا جونتي، قلت لهم خلص لكم كره، قالوا لي لا حشومه ماشي مشكل. المهم صدقات هي جانا ربحات كره، جانا زي جانا بونشيا جانا الملعوقه كيف ما كتشوفوها، محدية الاعاقه ديالها. خليكم معنا بلاتي غادي نوريها لكم وهي كتعوم واخا ما عندهاش واحد اليد. قبل ما ندوزو لجانا غادي نقدم لكم واحد الضيف اللي هو جانا من قنيطره. المهم كنقدم لكم عمر مساري، تحيه خاصه خويا عمر. الدراري معكم عمر مساري، اليوم جينا عند خونا سعيد عزيز من مرحبا بك اخي عمر، جينا عند طنجه نشوفو ونتولوا معاه وندوزو معاه واحد النهار اللي فريمون يكون طوب ديال بصح. انتم الخوت غتشوفوا هذا النهار كيفاش غادي يكون مع السعيدي. وبلا ما نقدم لكم عمر، كما كتعرفوا راه غني على التعريف، واذا كان شي واحد ما كيعرفوش راه لقى الرشيد ديالو في صندوق الوصف، هو من اكبر اليوتيوبرز ديال عالم الحيوانات عندنا في المغرب، راه غني على التعريف بلا ما نقول لكم. الدراري اللي متبعني انا شوف بالرجوله بغيتكم تهلاو ليا في السعيدي عزيز، تبلبلوه عنده في الكومنتير وقولوا له واش جينا من عند عمر مساري تهلاو ليا فيه. الرجوله ديال بصح الله يعزك، ما كانش رجوله كاع من جي عنده الخوت من قنيطره نضرب على الطريق تهلاو ليا. الله يحفظك. دابا غادي نجيبوا لكم طوكيو اللي هي معروفه ديال عمر، وغادي نشوفوا نديروا لها شي تحدي هي والكلبه المعاقه جانا. ايه جانا ابور جيبا بونشيان بونشيان بحلف بونشيان. اجي اجي ايه جانا بونشيان بونشيان. دابا غتخليكم معنا وغادي نديروا التحدي لجانا ونجيبوا لكم طوكيو حتى هي كيف ما كتعرفوا. بلا ما ندوي واحد البادره اللي عجبتني بزاف دير هاد الكليبه هادي، كما كتشوفوا ان الكليبه ما عندهاش الرجل ديالها، وخويا السعيدي مهلي فيها وهو قايم فيها الواجب ديالها احسن واجب واحسن تربيه. واخا كما كتشوفوا انها ما عندهاش رجل، يعني اي واحد في بلاصتو غادي الكلبه ما غتكونش عندها الرجل ديالها غادي يرميها وما غاديش تهلا فيها. كما كتشوفوا لو جيست اللي داير خويا السعيدي انه واخا ما عندهاش الرجل ديالها مهلي فيها ومربيها احسن تربيه وما خاصها حتى خير. جانا ايه جيبا كما كتشوفوا طوكيو هي اللي ربحات. لا ولدي شحال تشوف بابلو اصاحبي بابلو غادي تشوف بابلو انت حكرتي بابلو اللي بحال كليك ياك هذيك كلبه هي ثلاثة ديال رجلين شوف الكلاب اللي حكموا بفمه. لا شي كوكو بقات هي طوكيو جانا غادي تغلبها، ولكن شكون يغلب؟ لا ولكن غلبوها راه محامي راه الحميه كتغلب السبع دونك شنو؟ حسبوا لي التعادل شو تبارك الله طوكيو اصاحبي تحدى طوكيو راه يقدر راس طوكيو ولكن واخا جانا ايه جانا اش جلس حقر عليك يا حقر عليك طوكيو واخا الحكا هيا هيا الحكا اش طوكيو. خويا شوف دراري انا ما نقول لكم والو، ما نقولوش شكون، ما نقولوش لكم شكون اللي ربح. دونك اللي ربح ما هما راح يحكموا عليك انا ما قايل والو انا ساكت انا كنهضر على حد ما كيرضاش ما كيرضاش. لا ماشي ما كنرضاش هو تحامل فيها غير غايقولوا انا ما نقول والو. Thank you.
المهم الخوت هو واحد التحدي خفيف ما بينه وبين سعيده، غنتسابقوا انا وياه وغنشوفوا شكون اللي غيتلاح البحر وشكون اللي غيدخل الاول. الكلبه ديالو طوكيو راه غلبت جانا ودابا انا تحديته باش انا نغلبه باش نجيب التعادل. طوكيو غلبات كلبته، دابا غنشوفوا شكون اللي غلب، واش انا ولا هو. يلا خليكم معنا.